السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في حلقه جديده. وقبل ما نبدا في الموضوع ديال الفيديو اللي راكم عارفينه بطبيعه الحال من العنوان، بغيت نشكركم على الدعم ديالكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم اصدقائي، على اللايكات، على المشاركات ديال القناه، على الكومنتير. كنشكركم بزاف وكنتمنى ديما نكون في المستوى ونقدم لكم الجديد. كما شفتوا في العنوان، هذا هو الاس 8 العادي ماشي البلاس، وكما قلت لكم في العنوان، هذا احسن تليفون تقدروا تشريوه ب 1800 درهم مستعمل. علاش قلت لكم احسن تليفون تقدروا تشريوه ب 1800 درهم مستعمل؟ الجواب غادي نشوفه في هذه المراجعه، هذه اللي غادي نعرفوا فيها المميزات ديال الاس 8 النورمال والعيوب ديالو، واش يستحق نشريوه ولا لا، واش يستحق انه احسن تليفون ب 1800 درهم مستعمل ولا لا. خليكم معايا. اول حاجه، التصميم ديال هذا التليفون واعر وانيق، ومع الحجم ديالو ما كبيرش بزاف بحال الاس 8 بلس، وحتى الوزن ديالو خفيف 155 غرام، خلاه يكون مناسب في الشده، خصوصا اللي بحالي ما كيبغيش التليفون يكون كبير بزاف. الشده ديالو في اليد واعره، وكتحس براسك شاد التليفون ناضي ماشي اي تليفون. في الفوق ديال التليفون غتلقاو ميكروفون وبلاصه السيم كارد وبلاصه الاس دي كارد، وفي الجنب ديال اليمين فيه زر الباور والازرار ديال الصوت في الجنب اليسار ديال التليفون، وحداهم زر خاص بمساعد سامسونج الصوتي بيكس بي. وبالنسبه للازرار ديال الصوت ما كراشهم، كانوا في اليمين مع كتشد التليفون باليد اليمنيه، وفي الغالب كتوطع على الصوت وتزيد وتنقصوا بالصبع الكبير. انا دابا جاوني البوطونات ديال الصوت في الصبع الصغير في الجنب اليسار، وكيجيني صعيب انني نوصل ليهم ونتحكم فيهم. وهذا الشيء بحال قلت، هذا التليفون خرجوه لشي واحد كوشي، ولكن ماشي شي مشكل اللي كبير بزاف. في التحت ديال التليفون كاينه بلاصه السماعات 3.5، ومنفذ الشحن تايب سي، وميكروفون ديال المكالمات، وفي جنبهم كاين سبيكر ديال الصوت، والصوت ديالو مجهد. ولكن الاس 8 ما فيهش صوت ستيريو، الصوت كيخرج غير من بلاصه وحده، ولا تقدر تسدها بصبعك ما غاديش تبقى تسمع والو. من العيوب اللي في الاس 8 ولا في الاس 8 بلس، بلاصه البصمه بعيده بزاف، وجات في الجنب ديال الكاميرات. الا ما كنتش كتشوف فيها من اللور، يعني غير شاد التليفون هكا وكتحط صبعك، صعيب انك تضبط بلاصه البصمه. تقدر تكون حاطه غير فوق الكاميرا وتتورك كتسنى التليفون يفتحه. بصراحه انا ما خدمتش كعب البصمه ديال هذا التليفون في هذه المده كامله اللي انا كنجرب فيها هذا التليفون، حيت معنكشه بزاف وصراحه ما عجبتنيش. وعواد البصمه خدمت بالفيس اي دي، وحتى هو ثقيل شويه، تقريبا كتسنى ديك جوج ثواني باش يتحل الا تعرف على الوجه ديالك. وكما قلت لكم، التصميم ديال التليفون خرافي، شاشته هي خرافيه ومن احسن ما كاين في التليفونات حتى لحد الساعه. الشاشه هنا من نوع سوبر اموليد عاليه الدقه كواد اتش دي، الحجم ديالها 5.8 انش، والالوان والفراجه فيها خرافيه بكل معنى. الى قارنا مع اي شاشه في تليفون في الفئه اللي بنفس ثمن الاس 8 حاليا، غادي تلقاوها هاربه عليها بزاف، وفيها بزاف ديال الخصائص والاختصارات اللي مفيده، وكتدعم الدارك مود بشكل خرافي، وفيها خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، غير كتهز التليفون بحال الا بغيت تشوف فيه، وكيبين لك الوقت والساعه والتاريخ والاشعارات. المشكل الوحيد اللي لقيت في الشاشه هي ملي درت لها الكصابل، جاتني ثقيله شويه، منين كتبرك على شي حاجه خاصك تبرك بجهد شويه. المهم، الخلاصه، الشاشه اللي في الاس 8 خرافيه بدون نقاش. الاس 8 ما غاديش يوصلوا اندرويد 10 في غير اندرويد 9 وواجهه سامسونج يو اي 1، والتحديثات ديال الامان كيوصلوا كل شهر. تليفون فيه معالج فلاكشيب اكسايونس 8895، ومعالج رسومي مالي جي 71، والاداء ديالو ناضي. كنفتح فيه بزاف ديال التطبيقات في الباك جراوند وما لقيتش فيه حتى مشكل، خفيف. وبالنسبه للالعاب، جربت فيه بزاف ديال الالعاب، وجربت فيه ببجي والاداء ناضي، ودرت فيديو من قبل اصلا الالعاب في الاس 8 اللي ما شفتوه تقدروا تشوفوه. الاس 8 فيه 4 جيجا في الرام و64 في الميموار، نسخه واحده اللي كاينه في هذا التليفون. والباتري واخا صغير 3000 ملي امبير، بقى معايا اكثر من 6 سوايع شاشه مفتوحه، والويفي خدام، وكيدعم الشحن السريع، كيتشارجا من 0% حتى 100% تقريبا في ديك ساعه ونص، ساعه و40 دقيقه.
وبقات لينا اهم حاجه كاينه في التليفون ما دويناش عليها واللي كاملين كنبغيوها تكون مزيانه وتكون احسن ما كاين، وهي الكاميرا، سواء الكاميرا ديال الخلف ولا الكاميرا ديال القدام اللي غادي نشوفوا حاليا واش مزيانين في الاس 8 ولا لا. الكاميرا ديال الخلف ب 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7 والتصاور ديالها ممتازين وناضين، وخصوصا الى تصوروا برا ماشي فشي بلاصه اللي ناقص فيها الضوء كيبينوا لك الالوان خرافيه ومشبعه جدا اكثر من الواقع. وعزل الخلفيه حتى هو ممتاز وما فيهش اخطاء نهائيا بحال الا كتصور بكاميرا احترافيه وخصوصا من انت تقرب مزيان. اما التصاور ديالو في البلايص اللي ما فيهمش الضوء مزيان ولا في الليل غير مسلكين ماشي يعني تصور بكاليتي مزيانه، ولكن الا ما استعملتو الفلاش، مي الا استعملتو الفلاش وديك الحاجه اللي كتصورو كانت قريبة من التليفون التصويره تاعها كتطلع ناضيه والفلاش فيه زوين تيضرب في الحاجه كيبان لك التصويره ناضيه سواء الالوان سواء الكاليتي ديال الصوره. والحاجه الخرافيه اللي عجبتني بزاف في هذا التليفون تصوير الفيديو، الاس 8 كيصور فيديو بدقه 1080 بي ب 120 فريم في الثانيه، وكيصور بدقه 2260 بي ب 60 فريم في الثانيه، والنتيجه الى صورته برا كتكون خرافيه. ومع فيه تقنيه ستيبيلايزر كيطلع الفيديو سينمائي والنتيجه قدامكم. والكاميرا ديال سيلفي بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه 1.7 حتى هي الا كان الضوء مزيان تصور فيها ناضيين بكل صراحه، وحتى الفيديو فيها ممتاز. والا شفتوا الفيديو ديال الاثمنه من انزكان البدايه ديالو صورتها بالاس 8 بالكاميرا القداميه. والخلاصه ديال الكاميرا سواء السيلفي ولا ديال الخلف الاداء ديالهم رائع سواء في تصوير التصاور ولا الفيديو، في الاضاءه المزيانه بحق، في الاضاءه المزيانه وفي الليل والاضاءه القليله الاداء متوسط وحسن من بزاف ديال التليفونات اللي بهذا الثمن. وانتم واش بالكم اصدقائي في هذا الفيديو، واش بالكم في هذه المراجعه، واش بالكم في الاس 8 كما شفتوا الاداء ديالو في التصاور في الالعاب اصلا انا درت ليه فيديو بوحدو، التصميم الشاشه، عطوني رايكم. ولا كان فعلا احسن تليفون تقدروا تشريوه بهذا الثمن اللي قلت لكم عطوني رايكم كيهمني بزاف. نتمنى نفيدكم في هذا الفيديو ونتمنى نكون وصلت لكم يعني جميع التفاصيل ديال هذا التليفون هذا اللي هو الاس 8. ونتلاقاو في فيديو اخر، وشكرا مره اخرى على الدعم ديالكم. ما تنساوش لايك ولا اول مره تشوفوا القناه بطبيعه الحال بلا ما نقول لكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.